الدعاء يوم الثلاثاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والحمد حقا كما يستحق حمدا كثيرا وأعوذ به من شر نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي وأحترز به من كل جب بار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلني من أوليائك فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري وإليها من مجاورة لعام مفري واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والوفاة راحة لي من كل شر اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب المنتجبين وحبلي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا قما إلا أذهبته ولا عدوا إلا دفعته ببسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضاه فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان.